السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف نتوما متتبعي قناة تعليم الفضاء الرائد؟ كنرحب بكم مرة أخرى. إذا يوم جديد ودرس جديد، احنا دائما في الاستعداد للامتحانات الخاصة بالمستوى الثاني ابتدائي. اليوم إن شاء الله نشوفوا مجموعة من الأسئلة ومجموعة من المعطيات أخرى اللي غادي تزيد تعزز الاستعداد ديالكم للامتحان الخاص بالحكاية. إذا بالمناسبة كاين درس خاص الحكايه ديال القلم الرصاص على القناه، كنتمنى لجميع التلاميذ اللي متبعيني يشوفوه. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا ونحاولوا نجاوبوا على مجموعه من الاسئله. اتفقنا؟ اذا نبدا على بركه الله. اجب عن الاسئله التاليه: ما هي الشخصيات الموجوده في القصه؟ نحاولوا نتذكروا جميع الشخصيات الموجوده في القصه. اذا اياد، المعلمه، الجد، التلاميذ، القلم الرصاص، المنجره، ثم الممحات. اتفقنا؟ اذا نشوفوا السؤال الثاني: ما الذي زار اياد في حجرة الدرس؟ زار اياد في حجرة الدرس القلم الرصاص. اتفقنا؟ شوفوا السؤال رقم 3: ماذا كتب القلم الرصاص؟ هل كتب الكلمة بشكل صحيح؟ اذا كتب القلم الرصاص كتاب بالثاء معجمة، اي بثلاث نقاط. هل كتب الكلمة بشكل صحيح؟ لا، كتب الكلمة بشكل خاطئ. إذا كتب الكلمة بشكل خاطئ. ماذا مسحت الممحات؟ سؤال رقم 4: ماذا مسحت الممحات؟ إذا نحاول أن نجيب: مسحت الممحات النقطة الثالثة من التاء فأصبحت كتاب، وهي الكلمة الصحيحة. اتفقنا؟ إذا ماذا فعلت المنجرة للقلم الرصاص وكيف أصبح؟ جاءت المنجرة وأخذت تبري القلم الرصاص فصار أقوى، أي أن المنجرة من بعد ما جات قامت بنجر من القلم. حتى حنا فنحتاج أننا نقوم كنجروه بشكل اللي هو عادي باش يبدا يكتب لينا بشكل وبخط اللي هو جميل. اتفقنا؟ اذا اخذ التبريد فصار اقوى. السؤال اذا نتمم السؤال رقم 6: اكتب الخصال الأربعة التي ذكرها الجد عن القلم الرصاص. أي أن الجد بعد ما جاء إياد من المدرسة وحكى الجد ديالو على ما وقع داخل حجرة الدرس، الجد ديالو عطى لإياد مجموعة من الخصال اللي خصنا نستافدو منها من طبيعة الحال. وهذا السؤال محتمل جدا على أنكم تصادفوه في الامتحان، يعني أنكم لازم أنكم تعقلوا عليه وتعاودوا تقوموا بكتابة الخصال عدة مرات داخل البيت. إذا كمراجعة، إذا نحاول أن نتذكر هذه الخصال. أول خصلة هي أنه يساعدنا على أن نقوم بأعمال عظيمة، أي أنه كيساعدنا على أننا نكتب مجموعة من الأفكار، نكتب مجموعة من الدروس، نكتب مجموعة من الأشياء اللي هي عظيمة ونقدر نستفدوا منها في الحياة ديالنا. اتفقنا؟ ثاني خصلة هو أنه يعلمنا التحمل والصبر لكي نصبح أقوى، أي أننا كل ما تحملنا أننا مثلا عناء الدراسة وعناء الاستيقاظ في الصباح الباكر والذهاب إلى المدرسة في البرد القارس وبزاف الحوايج، يعني هاد الأشياء كيحاولوا ما أمكن أنهم يقووا لنا الشخصية ديالنا وكنصبحوا بعد ذلك أقوياء. اتفقنا؟ نشوفوا الخصلة الثالثة، هما مجموعة من الخصال الجميلة التي ذكرها الجد علينا الجد، إذا علينا أن نستفيد منها. الخصلة الثالثة أنه يمنحنا فرصة استخدام الممحات لتصحيح أخطائنا، أي أننا إذا قمنا بكتابة أي شيء بالقلم الرصاص كتكون عندنا فرصة على أننا نقوم بتصحيح ديال الأغلاط. إذا كانت عادي كنقوم باستخدام الممحات وكنقوم بتصحيح الأخطاء وتعويضها باللي هو صحيح. اتفقنا؟ إذا نشوفوا رقم 4، الخصلة رقم 4 أنه يعلمنا ألا نهتم بمظهرنا كثيرا قبل عقلنا. كيف ذلك؟ أي أننا ما خصناش بزاف نبقاو نهتموا للمظهر الخارجي ديالنا، خصنا نهتموا به أكيد، خصنا نكونوا في شكل أنيق، تكون الملابس ديالنا نظيفة وجميلة
ولكن ما نهتموش بزاف المظهر ديالنا ونساو العقل ديالنا اللي هو خصو يكون عامر بزاف ديال الاشياء وعامر بزاف ديال العلوم اللي غادي ان شاء الله تستافدوا منها في الكبر ديالكم، وان شاء الله تساعدكم بشكل كبير في الحياة ديالكم. اتفقنا؟ اذا نشوفوا التمرين رقم 7، هذا اياد الصغير. اتفقنا؟ اياد الصغير واخته. نلاحظ الصورة أن هناك مجموعة من الأدوات المدرسية المبعثرة فوق الأرض، وهنا أخته. تلاحظ أن إياد لا يعتني ولا يهتم بأدواته المدرسية. ماذا قالت له؟ يا إياد اعتني بأدواتك. قال لها اعذريني يا أختي، سوف أعتني بأدواتي المدرسية. اتفقنا؟ إذا إلى هنا كنوصل لنهاية الدرس ديالي الخاص بالحكاية، خاصة القلم الرصاص. كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معايا في الإجابة على الأسئلة الخاصة بحكاية القلم الرصاص. كنتمنى أنكم إن شاء الله تصادفوا واحد من هذه الأسئلة في الامتحانات باش تجاوبوا عليه بطريقة لي صحيحة وتكون عندكم نقاط لي مميزة. إذا كنشكركم بزاف على المتابعه ديالي، وكنشكركم بزاف على التفاعل داخل القناه. بالنسبه للناس اللي مازال ما شاركوش معايا في القناه، كنتمنى انكم تشاركوا في القناه وانكم تفعلوا جرس الاشتراك باش توصلوا باي درس وضعته على القناه. اتفقنا؟ اذا الى هنا كنوصل لنهايه الدرس ديالي ديال اليوم. كنضرب لكم موعد في درس اخر، والى اللقاء.